الخوت والخواتات، مرحبا بكم وبكم. غيبت عليكم بزاف، سمحوا لي، ظروف الخدمة هي السبب، لكن كتسألوني الحق وهنا رجعت وجبت لكم واحد الخبار على الحولي ديال العيد الكبير وشنو كيوقع بالسبب ديالو. الروح الخوت اللي كتطيح بسبب الحولي ديال العيد، كما غادي تسمعوا في هذه القصة المؤلمة اللي جبناها من مدينة مراكش. والبارح الاثنين 27 يونيو 2022 وقعت هذه الجريمة البشعة بالضبط في دوار أسوفيد بجامعة السعادة. شي راجل قتل مرتو بسبب حولي ديال العيد، هي ماتت الله يرحمها، وهو شدو جدر 100 وتحال على الوكيل العام اللي أمر بالإيداع ديالو في السجن وانتظار المحاكمة ديالو أمام غرفة الجنايات. إوا شنو ربحتو كاع؟ واحد مشى للحبس والثاني دفنات الله يرحمها، وبقاو ثلاثة الدراري بلا حنين ولا رحيم. الدراري الصغار أخوتي وخواتاتي هم أكبر ضحية في هذه الجريمة اللي السبب ديالها الحولي ديال العيد. العيد الخوت والخواتات صبحت شي حاجة مؤرقة للعديد من الأسر، وكتوقع فيها العديد من المشاكل والمآسي الاجتماعية بسبب الخروف ديال العيد، خاصة أن العيد الكبير ما بقاش غير شي حاجة اللي كنديروها في إطار الشيء اللي كيفرضوا علينا ديننا الإسلامي الحنيف، بل صباح العيد وسيلة للتباهي بقداش حجم الحولي اللي عيدتي به وبشحال شريتيه. الفشار الخوت قتل كل شيء. للأسف الشديد العائلات كتقطع باش تشري الحولي ديال العيد، خاصة في ظل هذا الغلاء الفاحش اللي كاين في الأثمنة في مختلف المواد، والأثمنة ديال الأضحية ديال العيد بعد ما ناضت العافية في المازوت وفي مختلف المواد. للأسف رغم ذلك الناس كتعلق فاش كتفلق، والعيالات ما كيعرفوش وما كيعرفو غير جيب لي الحولي كتر من ديال جارتنا باش نفرحو ولادنا. ما كيعرفوش شنو عند الراجل وشنو بالراجل وشنو في جيبو، واجيبو مثقوبة ولا. وهادشي للأسف الشديد كينجم عليه مشاكل ونزاعات كتطور إما للانتحار أو القتل ما بين الأزواج. والحكايات كثيرة وكثيرة كتوقع، ومن بينها هاد الحكاية اللي جبناها لكم من مدينة مراكش. والبارح الاثنين للأسف الشديد وقع النزاع ما بين المرأة والراجل في دارهم في ديك الدوار ناحية مراكش بسبب الحولي ديال العيد. السيد قتل مرتو قدام ولادهم هما بجوج، وخما متقينش العقل، كبير فيهم للأسف عنده 5 سنين، قتلها وهرب. لكن غادي تشد فيما بعد من طرف الجدرمية الراجل يلا خرج من الحبس، كان دوز واحد العقوبة من أجل التجار في الحشيش، وملي خرج لقى مرتو في انتظاره، ماشي باش يستقبلو بحفاوة ويحاولو يطويو الصفحة ويبنيو حياة جديدة ويوثقوا أولا الزواج ديالهم. للأسف 7 سنين هما مزوجين، ساعة ما موثقينش الزواج. هي استقبلته بالنكاد والمشاكل وتطورت الأمور لما لا تحمد عقباه. للإشارة هاد الزوجين بجوج كان بيناتهم مشكل طويل تقريبا قبل 2017 بسبب عدم توثيق الزواج ديالهم. السيدة هذه 7 سنين وهي مزوجة بديك السيد، هو ما بغيش يوثق الزواج ديالهم، وولدوا للأسف 3 ديال الدراري مزوجين غير بالفاتحة، بحال اللي احنا مزين عايشين في شي عصر من غير العصر ديال اللي احنا فيه. ما بقاش غير هذا المشكل اللي ما بيناتهم. الزوجة اللي خرج راجلها ضغطات عليه باش يشري لها الحولي ديال العيد وتفرح حتى هي ولادها، والمشكل غير ما زاد تفقم ما بين المرأة ورجلها، والسبب هو هذا الحولي وزيد حتى عدم توثيق الزواج ديالهم بعقد رسمي. الإشارة الزوجين كانوا ساكنين من قبل في منطقة مصلوحت، ومن بعد ما خرج هو من الحبس مسوا سكنوا في ديك الدوار ديال أسوفيد، زعما بدلوا المنازل. ساعة المشاكل بقات هي بل غير ما زادت، وحتى واحد فيهم ما بدل السوايع أو ضبط الأعصاب ديالو باش يتحاشاو المشكل اللي تحطوا فيه كلهم. في صباح والبارح الاثنين 27 يونيو 2022 تفاجأ الرجل باللي شي فلوس اللي كانوا عندهم مخبين اختفوا في ظروف غامضة، ما لقاهمش ما
ملقاومش كما شي سوارت وحدهم اخرين، ومشى عند مرتو كيستفسرها وقال ليها باش ترجع ليها الفلوس. هي رفضت تعطيه الفلوس، قالت لي هادو فلوس الحولي، انت ما بغيتش تشري لنا الحولي انا غادي نشري به، ومادام كاين الفلوس حسن ما تضيعهم في كذا كذا في البلية وهذا وهذا، لا نفرحوا ولادنا ولا انك مش تضيعوا في شي حاجة. هي تشبتات باش تشري الحولي د العيد وتحتفظ بديك الفلوس، هو تشبت باش يسترجع فلوسه، واش خدات الدموغة وغلات الاعصاب ووقع اللي وقع. قبل ما يجيب الموس ويغرزو في كرشها ضربها بزاف الضربات، خلاها كتموت امام عينين ولادها وهرب. الجدرميه ديال المركز القضائي باب دكلا هما اللي داروا هذه المسطره، وتشد المتهم وتحل على الوكيل العام في مدينه مراكش. الاشاره قبل ما نختم هذا الفيديو نشير على ان واحد الحادث عرفاته مدينه مكناس يقدر يكون هو عنده علاقه او مماثل لهذه الجريمه اللي وقعت وكيتعلق بالحولي ديال الهيد، وهو اللي وقع في ديك البلده ديال التخيصه قبل سيمانة من قتلها الزوج ديال مراكش لمرتو. الجريمة ديال التخيصة وقعات الاثنين يعني 20 يونيو، بعد خلاف ما بين المرأة ورجلها. كيقولوا بسبب خروف العيد السيدة خرجت رجلها من الدار وسدات باب الدار، وهو طلع ولا حراسه ومات. والضابطة القضائية فتحوا تحقيق وحلوا المسطرة على الوكيل عبد المكناس باش يتخذ الإجراء قانوني الملازم على ضوء الابحاث او اللي جرتها الضابطه القضائيه ديال الجدرميه. السؤال خوت العيد شنو كيوقع فيه؟ على حولي كطيح الروح او كينتحر الانسان، الله اعلم بشحال الحوادث كتوقع بحال هذه المناسبه الدينيه. شوفوا الخوت والخواتات ايضا، العيد الكبير يجي ويمشي، لكن الحبيب والعزيز عليك إلا مشى ما يرجع. كونوا معقلين ومتعقلين لعفاكم. إلا عندك باش تعيد عيد وتوكل على الله، وإلا ما عندكش اكتفي بقدر ما الشي اللي عندك في جيبك بلا ما تبزز على راسك شي حاجة أكثر منك، وبلا ما تبزز على انتي سيدتي بلا ما تبززي على راجلك باش يجيب ليك حولي كبر من جارتك. المنافسة ماشي فنتي دبحتي حولي كبير وانا غير حولي صغير، المنافسة في الخلق والطريقة باش تربي وليداتك. ونزيد نقول لك على ان الارزاق مفرقة، ما تديروش شي حاجة اللي تندموا عليها طول حياتكم، في لحظة ما ينفعكمش الندم ابدا. وشكرا لحسن استماعكم، والى فرصة لاحقة دمتم اوفياء للقناة ودامت لكم الافراح والمسرات.